رعاية المحتضرين والرعاية التلطيفية للأطفال والشباب، فيلم توضيحي للعائلات. يعاني الكثير من الناس في ألمانيا من أمراض خطيرة، حتى الشباب يمكن أن تصبح حياتهم مهددة. إذا كان المرض خطيراً في الرحم، في حديث الولادة أو الرضيع، أو مشتبهاً فيه في مرحلة الطفولة أو المراهقة، يحاول الأطباء تسمية المرض. هذا البحث عن سبب المرض الدقيق هو وقت عدم اليقين الشديد، ومزعج للغاية بالنسبة للعائلات المتضررة. في بعض الأحيان، على الرغم من كل الجهود، لا يمكن تسمية المرض، وحتى إذا كان اسم المرض مؤكداً فلا يزال الشك قائماً. ماذا يعني هذا المرض على وجه التحديد بالنسبة للطفل المصاب وأسرته؟ ذلك لأن معظم الأمراض الخطيرة تصيب الأطفال هي أمراض نادرة. أقوال حول تطور الطفل في المستقبل، مسار المرض أو الفرص المحتملة للشفاء غالباً ما يتم إجراؤه فقط مع عدم اليقين الكبير. عندما يعاني الطفل من مرض يهدد حياته أو يعاني من مرض والذي من المحتمل أن يكون مرتبطاً بتقصير العمر الافتراضي، هي دور رعاية المحتضرين للأطفال بكل إمكانياتها للدعم والرعاية التلطيفية للأطفال من خدمات الدعم المهمة. يتلقى معظم الأطفال الذين يعانون من مرض يهدد حياتهم رعاية شاملة في عيادة الأطفال من قبل الأطباء المقيمين، وغالباً من خلال خدمة الرعاية الصحية المنزلية للأطفال. عروض خدمات رعاية المحتضرين للأطفال والشباب والرعاية التلطيفية للأطفال يمكن أن تستخدمه العائلة أيضاً منذ بداية المرض. أهداف عمل رعاية المحتضرين للأطفال والشباب بالإضافة إلى الرعاية التلطيفية للأطفال تحسين نوعية حياة الطفل وأسرته أو الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن، ولدعم المشاركة في الحياة اليومية. يتم تحقيق ذلك من خلال المرافقة والمساعدة حيثما تكون هناك حاجة إليها، راحة في الحياة اليومية، محادثات داعمة، وتسكين أعراض المرض المزعجة مثل الألم أو ضيق التنفس. الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية تؤخذ في الاعتبار على حد سواء. استقلالية العائلات هي بوصلة العمل. تقوية الموارد الأسرية شبكة مساعدة فردية تم إعدادها وتنسيقها بالتشاور مع العائلات. في المنزل ومرضى العيادات الخارجية للأطفال والشباب، خدمة الرعاية وفريق من العيادات الخارجية المتخصصة للرعاية التلطيفية للأطفال والشباب. يقوم المساعدون المتطوعون المدربون لخدمة رعاية الأطفال والشباب في العيادات الخارجية بدعم العائلات في الحياة اليومية. يقدمون الهدايا للطفل المريض والوالدين والإخوة، الوقت والاهتمام. يساعدون في التعامل مع السلطات، يذهب في نزهة مع الطفل المريض أو إحضار الأخ إلى الرياضة. فريق العيادات الخارجية المتخصصة للرعاية التلطيفية يطلق عليه أيضاً فريق SAPV، يتألف من ممرضات والأطباء والمهنيين النفسيين. لهم جميعاً خبرة كبيرة في معالجة أعراض المرض مثل الألم أو ضيق التنفس في مرحلة الطفولة والمراهقة. يدعم الفريق SAPV المساعدة في الموقع، وهو مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، متاح للعائلات. خدمات رعاية الأطفال والشباب الإسعافية وفرق SAPV للأطفال والشباب موجودون دائماً عندما تحتاج إليهم حتى في نهاية الحياة. للأطفال والشباب الذين يعانون من مرض خطير لفترة طويلة والذين هم دائماً أفضل أو أسوأ حالاً، تقدم للأطفال والشباب الثابتين في دور الرعاية راحة في الحياة اليومية، استراحة، نفساً عميقاً للوالدين والأشقاء، وكذلك إمكانية التبادل الداعم مع العائلات الأخرى. على عكس مساكن البالغين حيث يتم رعاية الأشخاص في نهاية حياتهم فقط، هي أيضاً ملاجئ للأطفال خلال فترة المرض، والتي غالباً ما تستمر لسنوات دائماً نقطة اتصال للعائلات. مرافق الرعاية قصيرة الأمد للمرضى الداخليين تقدم استراحة من الحياة اليومية، عطلة للأطفال المرضى والتزود بالوقود للعائلة. هي أعراض المرض مزعجة جداً للطفل أو المرض يتطور، من الممكن أن يتم قبولك في وحدة الرعاية التلطيفية للأطفال في المستشفى للتخفيف من المعاناة لتشكيل الحياة، ثم يتم السماح لهم بالعودة للمنزل. يمكن للعائلة الذهاب إلى وحدات الرعاية التلطيفية للأطفال أو دور رعاية المحتضرين للأطفال، يتم دعمه أيضاً في رعاية المحطة الأخيرة في الحياة.
العائلات هي التي تقرر عندما يقدمون دور الرعاية للأطفال والرعاية التلطيفية للأطفال. تريد الاستفادة من بالفعل في بداية المرض، أثناء مسار المرض، في حالة التدهور أو نهاية الحياة. المهم هو نحن جاهزون دائما، نحن هنا من أجل العائلات مع طفل أو مراهق أو شاب مصاب بمرض يهدد الحياة. يمكنك الاعتماد علينا.